إذا كنا نتحدث عن الإصلاح المالي فيجب الاهتمام بالدرجة الأولى بملف الكهرباء. في الجمارك حدث ولا حرج، إصلاح لهذه المؤسسة يتوقف عند مصالح كبار القوم في السلطة السياسية وفي غير السلطة السياسية. فلتنزل وزارة الاقتصاد ومراقبينها إلى سوق السلع اليوم، وإذا فتشنا بشكل جدي عن كل السلع نعرف أن نصف هذه السلع لم يسجل، هو يدخل لبنان عبر المعابر الغير الشرعية. الآن الأوان حتى إلى وضع ضريبي على الثروة، على مظاهر الثروة، خاصة أتحدث عن حديثي النعمة بهذا الموضوع ممن يحاضر بمحاربة الفساد وإلى آخره. إذا لم يقر قانون استقلالية القضاء والذي نعمل عليه بكل جدية مع زملائنا مجلس الإدارة والعدل، كل هذا الكلام كلام فولكلوري، لأن من ينفذ العدالة هو القضاء. ما بيتحاكموا الناس بخطاب دولة رئيس الحكومة، للأسف استسلم وأعطى دوره لمن وراءه كليا، مغيبا ما أعطاه الطائف في هذا الموضوع. الانتقائية في مشاريع الخصصة هي مشروع، نحن عم نقول أن يبقى دور الدولة الناظم، وهون نرجع نفوت على ملف الهيئة الناظمة اللي في معارضة شنيعة مستمرة من تيار القوي لهذا الموضوع بكل المؤسسات. نحن عم نقول إذا كان في ضرورة لإشراك القطاع الخاص من خلال قانون الشراكة، يجب أن يكون تحت رعاية الهيئة الناظمة اللي بتحفظ حق الدولة، اللي بتحفظ أيضا حق المواطن بالخدمة السليمة، بالخدمة النوعية الجيدة. وإلا إذا بيكون بالتجهيم باتجاه الخصخصة بالشكل المتفلت على طريقة هذا النظام الرأسمالي المتوحش، لا، ما بنكون إحنا عم نخدم المواطن ولا عم نكون عم نخدم الدولة بهذا الموضوع. يتفضلوا أصحاب نظريات الفساد، لمن طرحنا هذا الموضوع مجلس النواب كله نقف ضد لأسباب طائفية، وعم نحكي علنا، ما منخاف من رأينا. نحن حزب علماني، حزب مدني، بنعتبر المدرسة الرسمية هي الأساس. 600 مليون دولار ندفع نحن للمدارس الخاصة المجانية، مدارس الطوائف والمذاهب، هودي ما حيربوا جيل وطني، جيل بيؤمن بالمواطنة، والشي ذاته بينعكس على موقفنا من الجامعة اللبنانية الوطنية. برجع بقول هدفنا الأساسي والنهائي هو الإنسان بلبنان، احترام هذا الإنسان، احترام خصوصيته، الحفاظ على معيشته، على حريته، وبنفس الوقت خصوصية هذا البلد. سنواجه بما نملك من إمكانات وبما نملك من تاريخ وبما نملك من إرادة، نحن مش لحالنا، مع كل الوطنيين بلبنان سنواجه كل محاولات تغيير وجه هذا البلد.